وتعالوا بقى ننزل الوصفة الجميلة اللي عايزين نعملها دلوقتي، وصفة تجميلية. الناس اللي مش حابة تشتري مية الورد أو الروز ووتر من برة اللي هي بنستخدمها بنمسح وشنا وبننظفه. أنا افتكر ماما زمان ربنا يرحمها يا رب اتعلمت منها مية الورد دي فعلا يعني كان أساس في حياتها. مية الورد دي إنها بتغسلش وشها بمية، تغسل وشها من القطنة الساقعة، وكانت في الصيف تحط الإزازة دي وتسقعها وكانت تعمل بيها وشها ويبقى جميل، ودايما مية الورد دي أساس في حياتها. فأنا بصراحة أنا كمان بحبها قوي، ويمكن زي ما قلنا هو إحنا بننقل ده لأولادنا، خلينا ننقل دايما الحاجات الناتشرال الطبيعية، الحاجات اللي فيها فكرة وبرضو جميلة. هنزل وصفة دلوقتي لطيفة جدا، هنعمل مية الورد في البيت من الورد الطبيعي الورد البلدي، وأنا هضيف عليها الحقيقة الألوفيرا أو الصبار، لأنه الصبار من الحاجات اللي تجنن للبشرة. الناس اللي عندها ستريتش ماركس في جسمها علامات، امسكي الصبارة واعملي بشكل دائري على كل جسمك. عايزة أقولك لو وظبتي على ده هتختفي وهتقل، وجربوا قولولي أنا معاكم. أي شكل عام بعد الولادة، بعد الخسسان، بعد الرجوع، الوش بقى الألوفيرا ده هو طبعا الصبار أنواع، ده من ضمنه، نوع من ضمنه اللي هو اللي بيبقى سميك وفيه بصوا تخانة وفيه جل من جوه، وده الورد البلدي اللي احنا هنستخدمه. هلمع بس الحتة دي جنبي كده وهنبدأ ناخد ايه الكاسرول. تعالوا بقى ناخد المقادير بتاعتنا اهو، بصوا جبنة ساحت، الجبنة ساحت. تعالوا بقى ناخد الأول مقاديرنا. الخطوة الأولى عندي 5 وردات بلدي طبيعية، عندي كوباية مية دافية، معلقة ملح، معلقة كبيرة ملح، وعندي الخطوة التانية كوبايتين مية سخنة مع الورد اللي احنا حطيناه مع المية الأولانية، وعندنا الخطوة التالتة من الصبار، هناخد شوية من جل الصبار، شوية من جل الصبار. تعالوا نقول بسم الله. انا بصوا الجبنه هنا ساحت، خليني اقدم الطبق ده بسرعه عشان ابقى يعني خلصت ضميري من ربنا بعد اذنكم. اوكي ناخد كده الفراخ، بسم الله الرحمن الرحيم، نرفع، اوبا بسم الله، تسلم ايدك يا محمد على الجرنش، والله تسلم ايدك، والله لطيف يقعد يعمل حاجات من نقنقه صغيره كده بس تمام. بصوا الجمال ساحت عليها الجبنه الموتزاريلا وشويه التشيدر، ريحه روعه. خليني بقى ناخد شويه من الخضار اللي صلصل ده بالكده عشان ايه، الله على الريحه والجمال. بصوا بصوا واو اللي فيه البسله، الزيتون، الحركات، زي ما قلت لكم نقدر نغير في الوصفه ونعمل مع الخضار ده مكرونه، والفراخ دي تبقى متقطعه وتقدر تبقى صنف كده مع الرز الابيض، بتتجنن اهو. اتمنى يا رب انه الوصفه تكون نالت اعجاب حضراتكم، بسيطه وسهله كلها في طاسه واحده، مش عايزين يعني ايه نبوظ حاجات كتير. طيب هشيل بقى الطبق ده في التقديم، وتعالوا ناخد بقى الوردات. عندي هنا الورد اهو البلدي، هاخد 5 وردات هقطفهم، هقطف الوردات. بصوا اهو بيتغسل ويبقى يجنن. احنا غسلنا الحقيقة هو صحيح، ودخلنا فيه مية ونفضناه كتير وسبناه لما. ادي اول وردة، خلينا نحط هنا، ادي الوردة الاولى، وهناخد طبعا انتوا عايزين تكبروا الكميه براحتكم خالص، اعملوا اللي انتوا حابينه. ادي عارفين فوائد ميه الورد دي للوش، بتقلل حب الشباب جدا، والتهابات والتجاعيد، ولما بتتسقع وتجنن للشعر عشان الالتهابات بتاعت فروه الراس، ما هو ده جلد بترطب جدا، وخصوصا الشعر الجاف على فكره يا جماعه. عايزه اقول لكم ان في مربه الورد، بس دي مش الورد ده، الورد الجوري، وهذا بالطلب بيجي من عند محل الورد، هنعملها لكم ان شاء الله على دخولة الشتاء. تعالوا اهو هنحط هنا كده. عارفين ان دي ميه الورد دي فيها فيتامين الف وبي 3 وسي، يعني وفيتامين د كمان، يعني كل دي فيتامينز تجنن فيها.
طيب هنحط الميه. عايزه اقول لكم حلوه للبشره لو حطيناها مع لبن او ميه زي ما عملناها دلوقتي، يعني لو اتعملت كمان في لبن هتبقى رهيبه. بسم الله هاخد كده اهو حوالي كوبايتين من الميه، هاخد المعيار ده وهاجي كده بايه بسباتيلا وهحطه هنا. شوفوا احنا نقدر نعمل حاجات تجنن في البيت طبيعيه جدا. تعالي نرفع ده وندخل على النار تبدا تغلي، وبعد ما بتغلي اول ما انا انضف الصبرايه بتاعتي دي عشان اخد منها شويه اطحنهم في الخلاط، لاني عايزه اخليه هو دلوقتي بيطلع جيلاتين بالمعلقه كده. دول جايبهم يا روان، بشكرك يا روان يا حبيبتي ميرسي، دول بتوعين هاخدهم وهحطهم هنا جنب الاكلات اللي تجنن دي. طيب ناخد بقى كده هنا بسم الله، هناخد السكينه وخليني برضو اخد هنا جنبي معلقه واخد السكينه وابدا اقطع هنا الحروف دي اللي هي فيها الايه وتسلم ايد اللي جاب لي الصبار. ايه اقول مين؟ خلاص بقى اللي جابت لي الصبار مش شيكو، شيكو جابت الازازه اللي هحط فيها الصبار والميه الورد. ام اسلام بعتت لي الصبار ده لاني طلبته وقلت انا عايزه اعمل بيه وصفات في البرنامج، قالت لي بس كده فما كنتش لاقيه الالوفيرا اللي هو مليان جل زي ما حضراتكم شايفين، ولما هستخدمه على بشرتي وجسمي عشان الاستريتش ماركس او العلامات بصوا هشقها كده هستخدمه زي ما هو كده. وعايزه اقول لكم للشعر يجنن، هعمل لكم حاجات تجنن تجنن بيه، وصفات قديمه تجنن بجد يعني مش عارفه اقول لكم ايه. بصوا ميه الورد، تعالوا بقى بصوا الورد عمل ازاي، بصوا لونه اتغير ازاي، وبقى على روز كده. بصوا الورد نزلت منه الايه الخلاصه وريحته طلعت ونزلت الخلاصه بتاعته، الورد استوى نزلت خلاصته ولونه وفايدته كلها في الميه دي. هنقول مش هنقول له احمر الخدين يا بينك الخدين وهناخد بصوا الجل ده بصوا بصوا. عايزه اقول لكم الحب الشباب لو اتحط ثلاث مرات في اليوم جل بس بمرطب حلو يجنن، مرطب يجنن البشره وبيخفف الهالات. بصوا بقى اللي عنده هالات بالليل وعايز بشرته يصحى الصبح يلاقيها حلوه، مكعبات ثلج جواها صبار، مكعبات ثلج جواها صبار. للشعر حلو جدا. عايزه اقول لكم الشعر الهايش اعملي ماسك صبار بس حطي عليه اي نوع زيت، ده في كمان بينبت مع الموز بس هعمله لكم حاضر. وعايزه اقول لكم الحواجب يجنن، بيزود كثافه الحواجب جدا. فرشه ماسكارا قديمه اغسلوها كويس ونضفوها، حطوا فيها جل الصبار واشتغلوا على رموشكم ها مع زيت خروعه طبعا بصوا بقى الصبار 132 نوع، احنا هنوريكم شويه انواع بس ده الالوفيرا اللي منتشر عندنا وده تقدروا تجيبوه في البيت وتزرعوه ويبقى عندكم في البيت ما فيش اي مشكله فيه. بصوا اهو الصوره معانا اهي، تعالوا نشوف انواع الصبار. يلا عندي صبار الالوفيرا اللي احنا شغالين منه اهو اول واحد، تاني واحد اسمه قلعه الجنيه شايفين شكله عامل ازاي، تالت واحد اسمه الاوركيد، اخر واحد اسمه اذن الارنب شايفين شكله عامل ازاي عشان واخد شكل ايه اذن الارنب. بصوا هو طالع كده، بصوا شكله على المعلقه هنا بعد اذنك يا حس، ربنا يكرمك يا حس تعبناك وشتتناك معانا بصوا اهو هحط في الخلاط ده لما هاجي هاخده كده وبعد ما يبقى ميه وامسك بالفرشه بتاعه الصبغه النظيفه يعني اخده على الشعر من الجذور للاطراف واسيبه ساعه واغسل الشعر، هتلاقوه الشعر نازل سايح لانه هدى الهيشان بتاع الشعر. ولو اضفنا له خليط مش هقول لكم عليه دلوقتي، هقول لكم لما اعمله لكم، ينبت الشعر، ينبت الشعر او يملى الفراغات اللي قدام مع الوقت في استخدامه. طيب تعالوا بقى ايه كده بقى زي السائل زي الميه، تعالوا نحطه بقى في بوله. اوكي بصوا تسلم ايديكم حبايبي، بصوا بعمل زي السائل خالص، لازم يبقى كده عشان اعرف استخدمه. احنا هنا غلينا
او سمنه الورد البلدي بتاعنا. بصوا ما شاء الله ما شاء الله الريحه تجنن. تعالوا بقى نصفيه نشوف ميه الورد. حاضر، بس عايزه اشوف الايه المصفى اهي. هخنقك يا محمد، هخنقك، بتحط لي دايما تحت يا محمد. خلوا بالكم من اشهر البلاد يعني العربيه المشهوره بزراعه الورد ده، هي الطائف السعوديه. تحيه لكل اهل السعوديه طبعا واهل الطائف كلهم. احلى ورود، بسم الله، واحلى دهن ورد. بصوا عندهم بسم الله ما شاء الله حاجات تجنن. بصوا مصانع الورد هناك، لو تشوفوا الخطوات عقبال ما يوصلوا للدهن ده مش قادره اقول لحضراتكم. بصوا بقى بنصفي كده، بنصفي كده، شايفين اهو، ولازم اضيف عليها تاني شويه من الميه. تقريبا قد ايه احنا، فين الميه السخنه؟ اهي نضيف شويه ميه كمان، نص اهو، ولازم تهدى وتبرد. هجيب كده ازازه من الازايز دي، ممكن تبقى بتتباع او اجيب واحده اكبر شويه واستخدمها. لازم تبقى برشاش عشان افشش فشاش كده على قطنه، واسقعها كمان في الثلاجه في وقت الصيف، وامسح وشي بالليل. حاجه طبيعيه بعمل بالصبار يجنن، وهيشد الوش وهيبقى يعني احساس مختلف تماما. خليني بقى ايه احاول طيب انا بس عايزه املى دي، بس عشان انا مش عندي قمع، فخليني كده ايه اجرب هنا. ايوه عشان هي سخنه تمام، وبعدين هضيف شويه من الصبار. بصوا ميه الورد طلع عامله ازاي، معلش اخد شويه تاني. حاضر اهو، واو. وبعدين هحط شويه من جل الصبار وهعمل كده. هي سخنه بس يهون عشان خاطر عينيكم، من بعيد شويه اهو. بصوا بقى في النعومه دي من الصبار، يعني الملمس الناعم ده الصبار، وما تكتروش واعملوا كل شويه. واديكم عرفتوا الطريقه، اتمنى يا رب يا رب اشيل بيها الميك اب بعد ما يبقى ساقعه. يا رب اكون قدمت حاجه كويسه مفيده لحضراتكم، ويا ريت تذكروا مامتي بكل خير وتدعوا لها بالرحمه، هي وبابايا وكل امتنا يا رب اللي توفوا. وهعمل لكم حاجات كتير كويسه قوي من الكشكول والكشاكيل الكتير بتاعتها اللي عندي، اللي انا ببقى سعيده انها سابت لي حاجه اقدر اقدم منها حاجه مفيده لحضراتكم.